توعويه على هذا فيروس كورونا. حاولنا نحسهم باهميه ارتداء الكمامه واهميه مسافه الامان، ويعرفوا ان الخطر قائم، وخصهم يخافوا على نفسهم ويخافوا على وليداتهم ويلتزموا بالجلوس ديالهم في بيوتهم احسن. نعم، واش يمكن نقول التدابير الجديده اللي لولا دابا في الاسواق ديال العريش دابا ديال التسوق اللي ولات يومين؟ وبصراحه هذا راه قرار ممتاز، لان كنشوفوا عينات كيجيو للسوق كل نهار كل نهار، وحنايا عندنا حاجه صحي، يعني من الضروري الالتزام في المنزل والخروج الا للضروره، يعني خرج الواحد يقتني الحاجه اللي خصها ضروره ويدخل بحالو للبيت، لكن علاش يبقى كل نهار هو للسوق؟ نعم، ولا جا للسوق شنو هي الحاجات اللي خصو يلتزم بها؟ ضروري اول حاجه هو يحمي راسو، يدير مسافه، يجيب التصريح ديال الخروج، ولا فين كيتطبع، يعني ولا كيتطبع يومين السوق كيدخل السوق ياك؟ بالحق يومين. نعم، وشنو هي الاجراءات والتدابير الاخرى الوقائيه اللي خصو يلتزم بها اثناء التسوق؟ يخلي مسافه بيناتو حتى ما يكون يتسوق، الا كان شي واحد قبل منه يخليه تيسالي، ما يلقاش الخضره بيدو، يخلي الخضر هو اللي يعزلو السفره ديالو، والكمامه ضروري، ويطلب الله الخير للجميع، الله يحمينا.